أريد منكم يا طيبين جولة، الله يحميكم. احنا كفار يا بالنسبة ماما، لكم احنا هاي كفار، عيني، احنا ملحدين لا خالص. حاشاك انزل انزل يا تحت، حاشاك يا بيض، انزل يا حاشاك، ملحد، الله انزل انقلع. يحميكم. يلا اذا انت كافر انزل انقلع. يلا ما بدنا نلعب معك، ما نلعب مع كفار، انقلع يلا. ليش ما تلعب مع الكفار؟ انقلع انقلع. ليش أموال الكفار مش زي أموال نلعب المسلمين؟ انا والحجي بعد اذنك، طير. نلعب انا والحجي لحالنا، كيف نطير؟ الله يعني يحميك. طير يعني هيك بتطير هيك. زي انزل يا الرسول ما ركب فوق بغلطار؟ يلا، ريح ريح. يعني قلع ما أقدر أنا قلع أطير قلع زي الرسول ما ركب قلع فوق بغلطار؟ قلع قلع. يلا انقلع، روح روح. كيف الله أطير؟ يحفظك، والله حسبنا ما الله ونعم الوكيل. فيه ما في روح حمام. طير انقلع. حجي العيلة هذا، العيلة ترضيه. كيف أطير يعني زي ما هذا الرسول؟ كافر، ما فهم هذا حبيبي. كافر ملحد، ما عنده دين يا ولا الله عنده مبدأ ولا عنده شيء. ما ولكن عنده رحمة. اضحك حجة بدها أموال كفار ومش كفار، ما في مشكلة. يا حبيبي، لا ما الأموال أريد، مش أموال، بدك حجي. الدين يعني، أريد الدين أنت والإيمان، الدين حجي، والله فيها أريد فيها شيء بالكفار. أكثر تريدين منك. الدين يعني؟ طبعا ادعي الله، ادعي الله يا مان. وهذا تيك توك تاع كفار يا مظلوم. الله. هذول تيك توك لا هذا يا شقف، هذا التيك توك هذا تاع كفار، تعرف بلي هذا تاع ملحدي اللي شغل هذا الملحد. صح، شو عرفك؟ ليه؟ بس نحن ليه موجودين هون، يدورون نحن له؟ موجودين هون عشان يدورون نتعس، له ملحد. نحن موجودين هون علشان نضحك عليك ونربيك ونقول لك انه في عالم حتدعسك قريبا. يلا انزلي، بدي العب مع الحجي انا والحجي. يلا ولكن هذا التيك توك تاع يا ملحد. الحجي يا كفار مش كفار، انزل انزل، برنامج كفار شغف بس ما شغف، اخرج من كفار. التيك توك، هذا تاع ملحدين التيك توك، والله لا تعال صنعوا واحد ملحد. حجي حجي رحمي، اخرج حسبني على هذا وليدي، الشخص، هذا يا الشخص حجة كافر، اخرج وليدي، هذا اخرج الشخص يا مدحي. كافر كافر كافر. نعم، ليش انت كافر؟ ليش انت كافر؟ انا مش كافر، انا مسلم مؤمن غصب عنك، الحمد اذا لله كان رب العالمين، الجنة بانتظاري بإذن نعم الله. بس انت عند شو نعم، بانتظارك؟ انت فضل شو فضل بكارة في انتظارك، بانتظارك؟ فضل قل لي بكارة، فضل بكارة في انتظارك. شو دخل بكارة وما بكارة؟ انت شو بانتظارك؟ قل لي، انا بعرف غلمان الجنة بانتظارك، غلمان، شو بانتظارك؟ تعرف ان في الجنة فيه غلمان مخلدون؟ هل تعرف هذه في القرآن؟ فيها أنت من وعشان تقول في غلمان مخلدون يا أخي، ما تعرف يا شغف؟ بعرف، انا بقرا قران وبعرف انه هالشيء صح. شو عرفك؟ وتحب الغلمان المخلدون أنت؟ سكت. اكيد الله، بحبهم، كنت محبهم، لانه بالجنه ما في، بالجنه ما في كره وحب، اكيد كله حب بالجنه، ما تحب في اسم الغلمان كره. المخلدون، وفي الدنيا تحب شوية من غلمان مخلدون ولا ما تحب؟ ما في ولا شيء اسمه حرام؟ مشاعر بالجنه. نعم ما عندك مشاعر في الجنة؟ يا حبيبي، ما في مشاعر الكره والحقد والهاي تبعك، هاي الشعوذي وهاي ما في العربدي مشاعر، ما فيش والالحاد. مشاعر. معليش، أنت قلت كلمة رائعة شغف، هي المفروض يكون عندك مبادئ، قلت هذا ملحد ما نلعب معه. من المفروض إذا صحيح أنت صحيح مسلم وبتغار على دينك وعندك شهامة وعندك رجولة تخرج من التيك توك، لأنه التيك توك هذا بتاع ملحدين. لو صح ما تعمل تليفون تاع ملحدين، ما تركب في السيارة بتاع ملحدين. جتني إنذار على بها حوزته، قالوا لي طردوا هذا. تشوفوا النفاق نتاعهم، هذا ملحد بصح ما كاش مشكل، بصح نستعمل كلش، الطيارة السيارة الخيارة الأخرى تاعي يعني نستعملها. بلا ربي غلا غلا، أدعست عليكم. أماني كيف حالك؟ الحمد لله. هذه غيبة، كيف هذه مدة ما لعبت معك؟ اي تقريبا 3 أيام صح ولا أكثر؟ أكثر. أيوة، كيف حال السعودية؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. أنت شهر إيش؟ وش كاتب ورا؟ أنت شهر الحادث في الجزائر. والله؟ نعم، أعوذ بالله. غريب، أنا ما أدري عن الجزائر شيء، والله ما أعرف عنها ولا شيء. ولكن في السعودية كمان يقولوا فيه الحال، ما في؟ ما في. يمكن الناس كانت ما تقول الحقيقة، قال لك فيه كثير ملحدين. الحقيقة ما كلهم مسلمين، من قالوا إن في ملحدين؟ ما في ملحدين في السعودية، مستحيل. كيف مستحيل؟ ليش؟ أنتوا يخليك متأكد إنه في ملحدين في السعودية؟
أنا رحت المنامة عندها سنة ونص، رحت للسعودية وحكيت لك يعني عجبتني كثير السعودية، ناسها طيبين حلوين. ولكن لما رحت المنامة، تسمعني؟ رحت المنامة تلاقيت سعوديين ملحدين في المنامة. المنامة بس مو في السعودية. هم يروحوا، هم ساكنين في السعودية ولكن يروحوا الويكند، يروحوا على المنامة يسهروا. متأكد انهم سعوديين؟ نعم. ايوه انا ما اكذب عليك اختي عزيزتي، ما اكذب عليك. ما ظنيت. لا ما اكذب عليك، انت انسانة طيبة ما اكذب عليك. ولا بس تبي تسولف؟ شنو؟ تلعب جولة ولا بس تبي تسولف؟ يلا نلعب جولة، نلعب جولة ماكش، يلا نجول، يلا بسم الله. نلعب معها جولة هذي. اكيد. وين؟ احس وش كلام ما... الشيء هذا ما يدخل عقل. كبسه كبسه. قلت بس مو مقتنع، يقول الا سعوديه. كبسه كبسه. مو كل من قال يا وش اسمك انت محبوب؟ ميهوب. ميهوب محبوب ميهوب. اوكي ميهوب. مو كل من قال انه سعودي يعني سعودي، مرات يتلصقون. لا في سعوديين هنا في تيك توك يعني يعملوا لايفات. اوكي ما عمري شفت احد في اللايف قال انا ملحد. مين؟ لا في سعوديين هنا، اذا حبيت اني ارسل لك في البرايفت اللينك بتاعهم ملحدين. نعم. اعطني الاسم، مين اللي قال ملحد هو في السعوديه؟ مين؟ نعم في سعوديين، في سعوديين ملحدين كثير. هم الحين ولا برا؟ نعم ساكنين برا، وفي ناس في في السعوديه كمان. انا فضل اللي برا، انا اتكلم عن السعوديه. وش اسمه اللي في السعوديه وقال انا ملحد؟ طبيعه الحال اللي في السعوديه متخبيين يعني. لا انت تقول يفتحون لايف يتكلمون، كيف متخبيين؟ نعم يفتحوا اللايف ولكن مش ما عندهم الصور بتاعهم. كان واحد مسمي روحه العربي، هو سعودي بيفتح لايفات، يدخلوا عند الناس، هو سعودي وساكن في السعودية ولكن ما بالفي بي ان بيعمل هذا الشيء، ولكن ما يظهر اسمه يعني لأنه يخاف بالفي بي ان. ايوه لأنه شوفي وهذا الشيء، وهذا الشيء، هذا الشيء في بي ان راح يجيبونه، ولكن هذا الشيء كويس راح يجيبونه. عزيز استاذة اماني، هذا الشيء هذا الشيء كويس ولا مش كويس؟ ايش اللي كويس واللي مو كويس؟ يعني حرية الاعتقاد وحرية لما واحد يخرج من الاسلام، شو رايك فيه؟ هل نطبق في حد الردة ولا هو حر؟ انا ما ابغى اتكلم عن الموضوع هذا. ما فيش مشكلة، حرية. تكلمنا عن هالموضوع في التيك توك، مو حق التيك توك يعني النقاش. انت اللي سالتي اختي، انت قلتي سعودي لانه انا في البلد اللي عايش فيها انا. لا انت جيت كم في السعودية؟ كم قعدت في السعودية؟ انا قعدت شهر في السعوديه يعني جبت حكمت على انه احنا في ملحدين من شهر. عرفت كل هذا؟ نعم انا عندي 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 كل هذا عن السعوديه. نعم عندي. انا قاعده السعوديه بلدي وانا اعرف اكثر منك. ايوه انا قاعده فيها من يوم انولدت لين. نعم. انت بس من شهر مسويت نفسك فاهم. معليش انا عندي احصائيات تقول في اكثر من 25% سعوديين ملحدين. جايبها من وين؟ جايب الاحصائيات هذه؟ إحصائية دولية. إذا تبغين أنت تسألينه عن هذا الشيء روح اسأليه أنت، أنا مالي علاقة. ما فيش مشكلة، راحتك راحتك. من طرفك من عندك في اللايف، والله لو سمحت خذهم عندك لا يجون عندي. مين اللي يجي عندك؟ ما أدري، جو عندي ناس كثير يقولون اسأليه واسأليه، روح أنت اسألوه. لا أنا حر أختي، أنا حر وهذا الناس حرين. أنا عايش في دولة فيها حرية يعني فيها حرية التعبير. عايش وين؟ في السعودية؟ لا في النرويج أنا عايش. في النرويج عشان كذا مو خايف. ايوه لانه احنا بلادنا فيها حريه تعبير يا مدام. خلاص مدموزيل. حتى السعوديه فيها حريه تعبير؟ لا ما فيها حريه تعبير، اذا كان انسان يتخبى ما يتكلم على دينه هذا مش حريه تعبير. انا اتكلم على دينه، دينك ليش تتكلم عنه؟ لا بس انا في البلد اللي عايش فيها مثلا واحد نرويجي يدخل الاسلام. حتى اليهودي ما يتكلم على دينه، يحترم شيء اسمه دين. لا كان واحد يهودي كان يتكلم عن الدين عندي هسه عادي جدا، الناس كلها تتكلم عن الدين. مين هذا؟ وين؟ في السعودية؟ كل واحد حر يعني بيسير، ليش ما يتكلم عن الدين؟ لا ما يتكلم، معليش إلا الدين. خط أحمر. خط أحمر؟ إيه أيا كان الدين أنا ما أحدد، بس حتى الإسلام خط أحمر. يعني ما يعني ممنوع نتكلم عن الديانات الأخرى؟ أنت روح عند اليهود اتكلم على دينهم، شوف شو يسوون فيك. عادي عادي. نعم انا اتكلم عن الدين ولكن الله يتكلم علي في روح عند اليهود ادخل بيتهم يهودي، اليهود عائله يهوديه وتكلم على دينهم، خلينا نشوف ايش يسوون. هذه صح نقطه مهمه، انا ما ادخل بيوت الناس واتكلم عن الدين، ولكن هنا في حريه تعبير في الفضاء. ليه ما تدخل بيتهم تقول في حريه تعبير في النرويج؟ وشنو انت روح النرويج، انت في النرويج صح؟ وش دين النرويج؟ دين الشعب اللي هناك، الشعب النرويجي وش دينه؟ فسيحيه.
مسيحية، روح سب المسيحية عندهم، سب إله. هنا 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 تدعس على المسيحية، ما في واحد في حرية تعبير، ما يضحكوا عليك لو واحد يزعل. يشوفونك مجنون. ها؟ يشوفونك مجنون عشان كذا يضحك. لا لا، ولكن أنت قلتي ما كويس إنه واحد يهدر في الدين، ولكن الله بيسبني أنا في القرآن، بيقول لي إنما المشركون نجس، وأنا مشرك. هذا القرآن. ما تشوفيش تناقض اني انا ما اقدر اتكلم ودينك يتكلم يسبني انا ويسب اليهود والمسيحيه ويسب كل. ليش ما تقول في حريه تعبير؟ حتى القران في حريه تعبير. اه خلاص اتفهمنا خلاص. حريه تعبير. والله بعد ما نعبر احنا وانت تطالب حريه التعبير، خلاص القران بعد في حريه تعبير واحنا يعني... عندنا حريه تعبير. برافو عليك. المشركين واليهود والمسيحية حرية تعبير ولا لا؟ والآية يقول لكم دين ولكم دين، لكم ولي دين، حرية تعبير. آية منسوخة، آية منسوخة، هذه آية منسوخة. أوكي آية منسوخة عندك بس من كيس. لا لا مش أنا، تسألي على الشيخ الفوزان، صالح الفوزان شيخ. هذولي ربعك، روح اسألهم أنت. نعم هذا سعودي، سعودي سعودي، شيخ الفوزان أكبر علماء المسلمين. وش آية منسوخة يعني؟ وش قصدك منسوخة؟ يعني وما هذه آية منسوخة، يعني ما هي سرية المفعول؟ أتت هذه نسخت بآية السيف بسورة التوبة، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلب. دقيقة، أنت الحين مشرك صح؟ نعم. أحد جاء قطع يدينك ورجولك؟ ولكن الإسلام بيقول هالشي، الله بيقول. جاك من المسلمين وقطع يدينك ورجولك أو ضربك؟ الحمد لله انا ما نطبق هذا الكلام. خلاص لا تقعد تتكلم. تعرفي ليش يا مدام؟ تأذي وكانهم جايينك، ما حد درى عنك. تعرفي ليش يا مدموزل؟ لانه كلام الله غير صالح اليوم، لو كان صالح وكان قطعنا الرجلين واليدين. الحمد لله انا ما راح. شفتوا كيف استغفر الله وأتوب إليه. دقيقة دقيقة، غير هذه آخر فرصة ونغلقها. ما أكذبش عليكم. وراء حجاب. هلا يا هبة. شلونك أخي؟ ليش مسمي روحك هبة؟ لا لا هي هبة بس هيها جاي. ها؟ هبة هبة بس هيها جاي هبوش. فين هي؟ وصلت بتروح على التواليت. آه الحمد لله، كيف حال هبة؟ والله الحمد لله تمام بخير، أنت شلونك؟ والله كويس الحمد لله. الحمد لله. يعني أنت حارس الموقع قبل ما تجي هبة؟ لا أنا أخوها بظني قاعد معها على اللايف. أيوه، هي حلوة كثير هبة، أنا أحبها كثير يا أخي. والله أنتوا الحلوين. يعطيك العافية. شخصيات زيك حلوين، وأهم شيء تكونوا مبسوطين وتبسطوا هبوش بس. أنا شفت هبة بتعمل طبخ هسه، بتعمل لايفات طبخ، صح ولا مش صح؟ لايف طبخ؟ أيوة، مش كانت عاملة لايف طبخ يمكن؟ لا لايف طبخ لا، أما فيديوهات طبخ آه كانت تعمل. آه يمكن فيديو طبخ، أيوة يمكن مش في لايف، ولكن هي أصلاً شيف، يعني شيف بيتي بس بتصور على التيك توك. وي عادي جداً، ولكن شيء رائع أنا شفت. نعم آه محتواها بوش بجنن. شفته عجبني كثير يعني، والله شفته انا في العاده ما اشوف، ولكن شفته. لا هبوش بتجنن هبوش. وتعرف الطيب كويس هيبة ولا؟ قل لي قبل ما تيجي، يلا احكي لي الحقيقه قبل ما تيجي، بيني وبينك يلا احكي لها. والله كثير كثير زاكي. هي اجت هبوش. السلام عليكم. سلام هبة، كيف حالك؟ منيحه والله. انا شفت الفيديو بتاعك تاع الطبخ، يعني حلو كثير، برافو عليك. تسلم. والله يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف حالك؟ تمام. يلا نجول، يلا نلعب مع هذه. انا كنت جيتو كيفاش تمدوا لها هذه رائعة. انا قلت لك درت شو تطبخي هبة؟ شو تطبخي؟ كل شيء. شو كل شيء؟ مثلا ايه شو انت الاحسن شيء يعني فيه؟ اعمل منشف اردني. ايش اسمه؟ منشف اردني. يعني منشف أردني، برافو عليك. شعبية يعني. شكرا لك، تسلم. يعطيك العافية. أنت من وين؟ أنا من الجزائر. من نعم. هبوش مرة طلعنا معه. بعرف. بس هبوش شكلك مغير الديكور، مغير إشي؟
لا لا مش مغير، انا فقط منور اليوم، لما انتم جيتوني زياره نورت. حبيبي تالي نورك والله اخوي، تالي نورك. يلا انت غبوش انا بدي اروح. هيا ما فيش مشكلة، يلا باي عبوده. باي غبوش. بيكتب هون عبوش العسل. ضيوفي ايوه ضيوفي بيكتبوا انك عسل. ماشي. شباب التبع اربع وردات، اربع وردات يا حبايب، اربع وردات ورود شباب بنات، اربع وردات يا جماعتي، شدونا حاسب التبع عالتبع يا شباب، شايل التبع، شايل التبع، شايل التبع. شايل التبع، شايل التبع، سيروا السبل يا خوالي. يا حبايب السبل سيروا السبل، يا حبايب يا خوالي السبل سيروا السبل يا حبايب سيروا السبل، سيروا السبل يا حبايب. سيروا السبل يا جماعة، سيروا السبل جميع خوالي، سيروا 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 السبل يا جماعة، سيروا السبل سيروا. الحق علاوي لك علاوي لك عدينا لك عدينا، برافو علاوي، برافو برافو علاوي، برافو عليك. يا لك يا بابا سيدي 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 يا جماعة، حبوه سيدي سيدي يا جماعة. يا جماعة تقديس شباب يا حبايب، سيرونا شال 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 تقديس وشال غوالي شباب، أنا سيرو تقديس وشال. سيد جماعة سيدو سيد 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 ما سيد سيد يلا يلا هتما واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر سبعة عشر 13 14 9 10 11 12 17 13 14. محبك عندك محبين كثير يا هبة. والله اكيد، شكرا لك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. انت بتاعت رايح جاي. يا خلاص هاكي نجحتي. هي انت دائما بتربحي يا هبه، انا ما كاش واحد يقول لي يربح يربحها عندها مسلسل. انت الان مشهوره كثير، انت اصبحتي نجمه كبيره يعني. صحيح، انا شايف هبه معك، شايف هبه معي. علاوي قلوب الكومنتات علاوي قلوب ماشي، علاوي قلوب يا جماعتي، يا جماعتي علاوي قلوب، شدوا حالكم. يعطيك العافية يا هبة، أنا لازم أروح أنام لأني الصبح أصحى بكري. شكرا عزيزتي، شكرا. تمام تمام تمام، تصبح على خير. تصبح على خير.